اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم في هذه الجوله من قلب معرض الخاص بدار هذه الدار، هذه اللي هي دار الملحون، دار فعلا واحد التراث مغربي حقيقي يستحق ان نقربوا لكم، هو التراث الاندلسي. غادي نقربكم من مجموعه من الالات الموسيقيه اللي كتستعمل الموسيقى الاندلسيه، الموسيقى اللي كلها ما شاء الله فيها جانب روحاني كبير وكبير بزاف. فكما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، اليوم غنشوفوا الدق تفاصيل. اذا مشاهدينا الكرام، نبداو بآلة الكمان الجهير، هي من صنع ايطالي، دارت في القرن 19، هذه من طرف الفنان الباسي تامي سلالي والذوق البهيري، فهذه تعود للقرن 19. هذه الكمان، هذه هنايا غادي نشوفوا كذلك كمان اخر، كمان الاستاذ شجعي اهدى للمتحف من طرف الاستاذ عبد الدين بناني، فهو تم اهداؤه للمتحف من طرف عبد الدين بناني، واحد من اكبر الموسيقيين الاندلسيين. هنايا غادي نشوفوا ما شاء الله المرحوم الحاج دريش بن جنون كيشارك في اليوم الدراسي اللي قام فيه فرع جمعيه هواه الموسيقى الاندلسيه ابريل سنه 1977. كذلك كما كتشوفوا هذه مجموعه من الصور التي توثق هذا الاحتفال. هذا هنا غنديروا مساهمه المرحوم دريش تومي بن جلون في مهرجان فاس الثالث للموسيقى الاندلسيه، ها هما بعض الصور منه. هنا كذلك حتى اسس الجمعيه ديال هواه الموسيقى 56. هنايا ما شاء الله، شوفوا 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 تراث بلادنا، اول ذوق موسيقي. هنا غادي ننتقلوا لهذه الاله، هذه اللي هي اساس التراث الاندلسي. شوف ما شاء الله، غادي نجيو مشاهدينا الكرام هذه الاله القديمه واللي هي لاباز ديال التراث الاندلسي، هي الرباب. الرباب او الرباب هي اهم قطعه في التراث المغربي الخاص بالطرب الاندلسي، هي الرباب، هما هادو. وهذه هي الصوره ديال الرباب والطريقه اللي كان بدا بها. هنايا الاجواء اللي كيقوم بها الناس في هذه الموسيقى الاندلسيه. نجيو هنايا ونشوفوا هذه الجوله، باقا جولتنا مستمره مشاهدينا الكرام. شوف ما شاء الله، طرب الغرناطي، هنايا الرباب القديم، عاود هنايا مخطوطات وقسايد من الشعر، هذا وقسايد من الشعر المغربي الاصيل الاندلسي. هنايا مجموعه الموسيقيه اللي عندها واحد رونق كبير، وجوائز اللي حصدتهم الجمعيه. شوفوا هذا الرباب، غادي نحاول نقرب لكم. شوفوا الرباب، شوفوا الرباب، مجموعه كبيره من القطع. هذا التراث ديالنا بحر الجميل والرباب، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا هذه الجلسه الطربيه، اجواء دينيه بزاف شرعيه معكم من خلال البث المباشر مشاهدي الكرام. شوفوا ما شاء الله، we